مبادرات إنسانية ومجتمعية بلا حدود. وفي خطوة مميزة كرم نادي الخالدية الرياضي أبناء شهداء الواجب ترسيخا لدور الرياضة في دعم مختلف مجالات الحياة. يعني هذه أقل شيء اليوم نقدر نقدمه حق ناس بذلوا أرواحهم في سبيل هالوطن وأمن وأمان المواطنين. وأنت شفت هالصغار يعني فرحتهم شلون بس في استضافتهم على شيء بسيط يعني. فإحنا النادي تأسس على قيم مبادئ، أول شيء إن المجتمع وبعدين اللعب والكرة والرياضة. فيعني هذه توجهنا إن شاء الله، وإحنا بيكون لنا يعني جانب كبير في الجانب الاجتماعي بإذن الله إن شاء الله. اليوم الخطوة اللي اتخذناها في نادي الخالدية بتكريم أبناء الشهداء إحنا نعتبره واجب وطني، ونتمنى من الأندية الثانية أنها تخطي نفس هذه الخطوة عشان تصب في مصلحة الرياضة وفي نفس الوقت أنها تحفظ تكريم شهدائنا. والله الصراحة شيء وايد حلو من سمو الشيخ خالد، ومبادرة حلوة حق عوائل الشهداء حتى يفرح اليهال يعني. نشكر فريق الخالدية وإدارة فريق الخالدية على لفتة المتميزة يعني. والله مبادرة حلوة من نادي الخالدية إنهم يكرمون أبناء الشهداء، إلا والله ما كنا متوقعين أول مرة يعني، شيء يسعدنا يعني. طبعاً هاي تعزز من روح الوطنية والتعاون، وهم يقدرون هاي الشيء بالنسبة حق الشهداء، فيكون هاي دعم وايد عود بالنسبة لنا.